السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابي في الله، سنة مهجورة وحديث يكاد الكثير منا لا يعرفه. ذكر الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء إلى النصف أو إلى الثلث الأول من الليل أو نصفه. رواه الترمذي بسند صحيح. وفي رواية في سنن النسائي أن بلال رضي الله عنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، لقد نام الصبيان. الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما في المدينة كانوا يعملون في الزراعة، وأهل الزرع يصلون الفجر فيذهبون إلى زرعهم فيعملون في الأرض ويحرثون، فيأتي عليهم وقت صلاة المغرب فيكونوا في أشد التعب والإرهاق، ولذلك كانوا يصلون العشاء يعني بالكاد كما يقولون، لأنهم مجهدون جدا، مستيقظون من الفجر إلى وقت العشاء. ولذلك كان المنافقون يعرفون بأنهم يتخلفون عن صلاة العشاء في وقتها، ولا حول ولا قوة إلا بالله تبارك وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل ذكر فيه أنه بالمؤمنين رؤوف رحيم عليه الصلاة والسلام، قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء، أي بتأخيرها إلى الثلث الأول من الليل. وكيف نعرف الثلث الأول من الليل عباد الله؟ الليل يبدأ أو الليلة تبدأ من صلاة المغرب إلى صلاة الفجر، واليوم يبدأ من صلاة الفجر إلى صلاة المغرب. ولذلك أنت بتيجي في رمضان بيعمل إيه؟ بنيجي آخر ليلة في شعبان، آخر يوم في شعبان بنصلي ليلة رمضان التراويح، صح ولا لا؟ فأنت بتصلي صلاة التراويح إيه؟ ليلة رمضان. فالنبي صلى الله عليه وسلم، نرجع لموضوعنا، قال: لولا أن أشق على أمتي. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يشق على أمتي عليه الصلاة والسلام، لأنه رحمة للعالمين، قال: لأمرتهم بتأخير العشاء. وفي رواية: إن هذا لوقتها، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أن يشق على هذه الأمة عليه الصلاة والسلام. فمن سننه المهجورة والمتروكة عليه الصلاة والسلام تأخير صلاة العشاء، وهذا يراعى فيه المصلحة والمفسدة. يعني إذا كان مسجد على الطريق العام فلا ينبغي لنا أن نؤخر وقت العشاء، لأن الطريق العام يمر عليه أناس كثيرون. لكن إذا كان مسجد داخل منطقة أو داخل قرية وعرف حاله أنهم يؤخرون صلاة العشاء، يعني بين الأذان والإقامة مثلا تلت ساعة، نص ساعة، ساعة، ولكن أهل المنطقة كلهم لم يتضجروا من ذلك، وليسوا أهل زرع وليسوا أهل إرهاق في أعمالهم، أعمالهم ليست شاقة، فاصطلحوا على أن يؤخروا العشاء. قالوا: يا جماعة كده احنا هنأخر صلاة العشاء، هنأذن ونقيم العشاء بعد ساعة، من باب إيه؟ عمل بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا فعل حسن، وهي سنة مهجورة تأخير وقت العشاء، وليس كما هو الفهم السقيم عند بعض الناس، يقول لك العشاء ممدودة للفجر. مفيش حاجة اسمها العشاء ممدودة للفجر، العشاء تؤخر إلى الثلث الأول من الليل. يعني مثلا المغرب بيأذن الساعة 5:37 38 دقيقة كده، قول يا عم الساعة 6، والفجر بيأذن الساعة 5، يعني عندك 11 ساعة. يبقى بقسم الايه؟ بقسم الليل 11 ساعة، شوف التلت فيهم يبقى قد ايه. لو قسمنا، لو قلنا 12 ساعة افترضناها، يبقى الثلث الأول بعد 4 ساعات من أذان المغرب. يعني هتحسب المغرب بيأذن الساعة كام؟ بيأذن الساعة مثلا 5:30 دقيقة. تحسب بقى من أذان المغرب، عد بعديها إيه؟ قسم الليل بقى تلات، هتلاقي مثلا على الساعة 9:30 كده ولا حاجة ولا 10، يبقى خلاص العشاء لو بتأذن الساعة 7 دلوقتي نقيم الصلاة الساعة 9:30، لا حرج في ذلك. وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إن أنت تأخر صلاة الإيه؟ صلاة العشاء. لكن في مشقة على الناس، هدي النبي عدم المشقة عليه الصلاة والسلام. قال: لولا أن أشق على أمتي، لولا بس أنا خايف عليهم من المشقة لأمرتهم إيه؟ بتأخير عشاء، لأن هذا وقت مبارك اللي هو وقت الليل، حيث يذهب الناس ويعصون الله عز وجل، وأنت تذهب لكي تؤدي فرائض الله عليك سبحانه وتعالى، ثم تمكث فتذكر الله عز وجل دبر الصلاة،
تسبح الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 33، قال فتلك إيه 99، ثم تقول لا إله إلا الله تتم بها 100، فيغفر الله عز وجل لك بها الذنوب سبحانه وتعالى. أحبكم في الله واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم مع قناة اعرف دينك.